لنقاش موضوع الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي حسين العليان. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. نبدأ بتصريح للنائب فائق الشيخ علي أو فائق شيخ علي الذي قال إن ميثاق شرف الانتخابي منتهك منذ أشهر. كيف تقرأ مثل هذا التصريح بتزامن مع اقتراب الانتخابات؟ يعني هو يعني الحديث عن ميثاق شرف في العمل السياسي أعتقد نوع من يعني الغباء الهبل، سميه ما تريدين، لأن السياسي بحد ذاتها يعني صعب توثيق مواثيق الشرف أو عقد مواثيق الشرف فيها، لأن معظم السياسيين في العراق لهم بلا شرف يعني. هذا واحد. اثنين، الحديث عن ميثاق شرف يقتضي إذا كانوا راغبين في انتخابات حقيقية يقتضي تعديل قوانين الانتخاب، يقتضي إقرار قانون انتخابي عادل. أما مع هاي القوانين فأنا لا أعتقد أن العراق ممكن يذهب إلى إنتاج حياة برلمانية أو نظام سياسي مستقر. ربما لو يعني ننتقل للناخب العراقي، إذا كنت تسمعني أستاذ حسين. نعم. ننتقل إلى الناخب العراقي، كيف يتلقى غياب النواب عن جلسات المجلس، خاصة أن هناك العديد منهم مرشحين لهذه الانتخابات؟ يعني بالحديث عن هذا الشرف الانتخابي والربط ذلك مع الثقة المفروض أن تتوفر بين الناخب والمرشح. الناخب العراقي مغيب وغايب، يعني سواء حضر او لم يحضر الانتخابات فالنتائج جاهزه، لانه نظام المحاصصه السياسيه يعني اصبح تقليد ثابت غير قابل للنقض، ترعى الولايات المتحده الامريكيه منذ اليوم الاول، منذ انشات مجلس الحكم، وبالتالي فرضت على العراقيين نظام وعملية سياسية من الصعب أن يكون للناخب العراقي فيها دور في تغيير معادلات العمل السياسي في العراق. لو تشوفي لهم يعني من حيث المبدأ أقروا سلسلة من القوانين الانتخابية اللي ما إلها مثيل، مرة بيروحون على سانتياغو، مرة على القائمة المقفلة، مرة القائمة المفتوحة يعني. وهذا الناخب العراقي الغلبان يعني لا علاقة له ولا يعي، ما حتى النواب اللي داخلين الانتخابات معظمهم بيعرفوش قانون الانتخاب، بيفهموش آليات قانون الانتخاب. هذا إذا افترضنا أنه احنا بدنا نشتغل انتخابات صحيحة وفق معايير مقبولة، بس احنا لا نملك اي معايير للانتخابات، المفوضيه تباع وتشترى، كل واحد له حصه من المفوضيه. في هذا السياق استاذ حسين، هناك حديث ربما حتى هيئه النزاهه البرلمانيه نفسها قالت بانه صفقات سياسيه ستعيد الفاسدين الى سده الحكم من جديد، ما مدى صحه ذلك؟ وربما هل يتوافق هذا مع ما كنت تتحدث عنه عن اللعبه السياسيه في العراق؟ هو يعني الأبعد من العملية السياسية، هو النظام السياسي الذي تشكل في العراق مطلوب منه أن ينجز مجموعة من المهمات في مقدمتها أن لا يستقر هذا البلد ولا يعمر ولا تحدث فيه تنمية، وبالتالي يبقى في حالة انعدام وزن. هذا ما تريده السياسات الغربية والولايات المتحدة بشكل أساسي في العراق. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق هي أضعف طرف، هي الطرف الأضعف، والمعادلة والشريك أو الخصم في هذا الجانب الإيراني هو قادر على إخراج النفوذ الأمريكي من العراق بأيام أو بساعات. اليوم العراق هو رهينة ما بين صراع المحورين في المنطقة أو في العالم اللي بتشكل. إلى أي مدى أستاذ حسين بحديثك عن واشنطن وطهران، إلى أي مدى تظن أن هذا النفوذ الإيراني في العراق ونفوذ الأمريكي من جهة أخرى سيؤدي إلى تغيير أو إحداث تغيير بخصوص الاتفاق النووي الإيراني؟ أنا لا أعتقد أن الإيرانيين سيفرطون لا في الاتفاق النووي الإيراني، ولن يفرطوا حتى في العراق، لن يساوموا.
لو رغبوا في المساومة لساوموا قبل توقيع الاتفاق على 5+1، وكانت الظروف بالنسبة لهم أصعب 100 مرة من اليوم، لكنهم لم يفرطوا بأوراقهم لا في اليمن ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق. الإيرانيون يقرؤون المشهد بشكل جيد ويرون أن أمريكا وحلفائها في الإقليم هم الأضعف وهم في حالة الهزيمة، وبالتالي لماذا يعطوا الولايات المتحدة مكاسب حتى يحموا نفسهم؟ وهم يدركون أن الولايات المتحدة أشد مضاضة على حلفائها قبل خصومها، لا أحد اليوم يثق بالولايات المتحدة، فلا أعتقد أن الإيرانيين سيثقوا بالولايات المتحدة ويفاوضوها. ربما الحديث عن ما بعد الانتخابات، العديد من المراقبين يرون أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون صعبا للغاية بسبب الانقسامات السياسية، ما مدى صحة ذلك؟ يعني أنا ما لست مع هذا الخيار، لأنه الكتلة الأكبر طبيعيا قبل الانتخابات وبعد الانتخابات ستكون للائتلاف الوطني الموحد اللي كان اسمه الائتلاف الشيعي، اللي كان 3/5 في مرحلة من المراحل، أي بمعنى لهذا التكتل المذهبي هو الذي سيملك الأغلبية وسيشكل الأغلبية، وإن أراد أن يقيم بعض التحالفات العابرة هنا وهناك فقط لتحسين وجه النظام السياسي وإقناع البعض في الإقليم والمنطقة على دعم العراق ليس إلا. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.